أم بناء من كربلاء تقول أنا كنت أصلي صلاة الآيات أقرأ بعد الركعة الأولى الحمد وسورة كاملة، أو بعد الركوع الأول الحمد وسورة كاملة، وفي الباقي سورة كاملة من دون الحمد، ما حكم ذلك؟ صلاة الآيات ركعتان مثل صلاة الصبح ركعتان، ما بها إقامة ولا بها أذان، لكن تختلف عنها أنه في كل ركعة خمس ركوعات، في كل ركعة خمس ركوعات. مثلاً واحد يريد يصلي صلاة الآيات يكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الحمد، هاي النحو الأول، يقرأ الحمد ويقرأ سورة وراء الحمد، توحيد مثلاً يقرأ، يركع يكمل الركوع مالته، ينتصب قائماً ثم يقرأ الحمد وسورة وهكذا إلى أن يكمل خمسة. إذا كمل خمسة في الركعة الأولى خمس ركوعات، يركع يسجد ثم بعد السجود يقوم إلى الركعة الثانية، الركعة الثانية أيضاً بها خمس ركوعات مثل الأول. هذا النحو الأول. عندنا النحو الثاني، طريقة ثانية لأداء صلاة الآيات. عندنا في الركعة الأولى يقرأ الحمد مرة واحدة ويقرأ جزء من سورة، مثلاً يقرأ آية أو آيتين أو ثلاثة يقرأها من سورة، ثم يركع ثم ينتصب قائماً. إذا انتصب قائماً بعد ما يقرأ الحمد مرة ثانية شو يقرأ؟ يكمل السورة من حيث قطع، أيضاً يقرأ آيتين مثلاً وهكذا يكمل الصلاة. هاي النحو الثاني، هذا النحو الثاني. يصير في الركعة الأولى يأتي بالصلاة على النحو الأول، أو بالركعة الثانية يصير يأتي بالصلاة على النحو الثاني، وبالعكس أيضاً كذلك يصير.